السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن الإلايزا الجزء الثاني. في المحاضرة السابقة تحدثنا عن الإميونو أسيز كمفهوم، مكونات الإميونو أسيز، أنواعها، ومن ثم ذكرنا مبدأ عمل الإلايزا تكنيك. تحدثنا عن الدايركت إلايزا والإندايركت، الكومبيتيتيف والنان كومبيتيتيف. بالطبع ذكرنا أنه مع الوقت تطورت هذه الإميونو أسيز وصار عندنا تقنيات جديدة مبدأها تقريبا متشابه ولكنها تختلف في الديتكشن سيستم. هذا الديتكشن سيستم في بعض التقنيات كان راديو ايزوتوبس، تقنيات أخرى كان عبارة عن فلوروتوب أو حتى ريسبتور بايندينج أو فلوريسانس سبستانس أو إنزيم كما هو الحال في الإلايزا تكنيك بشكل خاص أو الإنزيم لينكد أميونو أسايز بشكل عام. بالطبع لأن الليبلينج عبارة عن إنزيم فإن هذه الخطوة تتطلب في النهاية إضافة إنزيم سبستريت. هذا السبستريت يتم اختياره بحيث أنه يؤدي إلى تطور لون معين أو فلوريسانس إميشن أو حتى لومينيسانت إميشن. كمية اللون أو كمية الفلوريسانس إميشن أو اللومينيسانت إميشن تتناسب تناسب معين مع كمية الأنالايت اللي إحنا بصدد قياسه. لهيك لازم يكون في عندي quantitative relation ما بين كمية اللون أو الفلوريسانس أو اللومينيسانت اللي رح نقيسه ويعبر لي عن الأنالايت اللي إحنا بصدد فحصه في هذه التقنية. للتوضيح الـ colored reaction هو انه بمجرد اضافة الانزيم الى الرياكشن الانزيم labeled antibody or antigen ومن ثم يتبعه اضافة السبستريت يتكون لون. هذا اللون يمكن قياسه على طول موجي معين. اما بالنسبة للفلوريسانس طبعا إضافة السبستريت على الإنزيم تتطلب إنتاج مادة، هذه المادة يمكن قياسها على الـ UV light من خلال إنها بتعمل فلوريسانس إميشن. أما اللومينيسانت رياكشن هو إنه الرياكشن بيعطي كمية ضوء، يعني الإشعاع اللي بينتج عبارة عن ضوء. طبعا قرار إنه نختار أي سبستريت لأي رياكشن طبعا يعتمد هذا القرار على عدة عوامل، منها السنسيتيفيتي للطريقة اللي احنا بنشتغل فيها، التايمينج ريكويرمنت هلأ مدة الفحص ومدة تخزين الكيت، وكل شيء بيتعلق بالوقت ايضا كمان بيكون يعني بيأثر على نوع السبستريت المستخدم وأيضا الديتكشن ديفايس. هلأ إذا كان في عندي الماشين مثلا ما بتوفر لي يوفي لايت فأنا مضطرة مثلا أختار إنه الديتكشن سيستم يكون عندي بالكلر بالكالوريمتريك. إذا كان في عندي UV light detection system ممكن أستخدم fluorescent label أو fluorescent substrate. فهالشي طبعا يعني قرار اختيار السبستريت بيعتمد على هذه العوامل السنسيتيفيتي والتايمينج والديتكشن ديفايس. فإذا لدينا ثلاثة من أنواع الديتكشن سيستمز: الكالوريمتريك assays، الفلوريسنت assays، واللومينيسنت assays. ولحتى نوضح الـ variations ما بين الـ detection systems السابق ذكرها، الـ colorimetric assays هي اللي بينتج عنها colored reaction product، فبالتالي هذا الـ product الملون بيمتص الضوء على الـ visible light. أما بالنسبة للـ fluorescence detection system أو الـ fluorescence immuno assays فطبعاً الإنزيم بيحول الـ substrate لمادة بتعطيني fluorescence emission على الـ UV light. إذا قارنا الكاليريمتريك بالفلوريسانس ديتكشن سيستم فالفلوريسانس هو عبارة عن slightly more sensitive detection system than كاليريمتريك detection system. بالنسبة لللومينيسانت اميونو اسيز فهي مثلها مثل الفلوريسانس، عبارة عن variation يعني اختلاف عن الستاندرد إلايزا، بحيث انه الانزيم في هذه الاميونو اسيز بيحول السبستريت لمادة بتعطيني فوتونز، فهي بتعمل emission للايت وممكن طبعا قياسها على الفيزيبل كالر.
أما إذا قارنا اللومينيسنت ديتكشن سيستم بالفلوريسانت والكالوريمتريك، فإن اللومينيسنت هو الموست سنسيتيف ديتكشن سيستم أو ديتكشن ميثود، وذلك لأنه إذا إحنا جينا نعرف إيش يعني سنسيتيفيتي، يعني قدرة الكت أو الطريقة اللي إحنا بنشتغل فيها إنها تقيس لي كميات وتراكيز قليلة جدا جدا من الأنالايت. هلا إذا تمكنت الطريقة من قياس كميات قليلة جدا من الأنالايت بنحكي عنها سنسيتيف. إذا بدنا نقارن بين السنسيتيفيتي، إذا الأكثر سنسيتيفيتي هتقيس لي أقل كونسنتريشن، تمام؟ فممكن إنه تعطي سيجنال على كونسنتريشن قليلة جدا، هاي السيجنال ممكن تتضاعف ويصير لها امبليفيكيشن وملتيبليكيشن لحتى تظهر كقيمة على الجهاز أو على الريد أوت. وبعد هيك أنا ممكن مثلا أقسم هذه السيجنال القيمة اللي طلعت لي على الريد أوت أو أضرب بالديليوشن فاكتور، فبالتالي تظهر عندي القيمة الحقيقية للأنالايت اللي كان تركيزه كتير قليل جدا، ولكن تمكنت هذه الطريقة من قياسه من خلال مضاعفة السيجنال اللي بتظهر عنه اللي هي الفوتون إميشن سيجنال. بالنسبة للمايكرو بليت ريدر، جهاز الإلايزا ريدر اللي كنا نقرأ عليه البليت، المايكرو بليت ريدر ممكن يكون اسمه فوتومتريك مايكرو بليت ريدر أو إلايزا ريدر، يعني نفس الشيء. إحنا بنقصد على الجهاز اللي إحنا بنقرأ عليه البليت أوف إلايزا تيست، فبالتالي هو عبارة عن سبكتروفوتوميتر مخصص لقراءة نتائج الإلايزا، ويعمل على مبدأ الفوتو إلكتريك كالوريمتري، يعني مبدأ بيشبه مبدأ السبكتروفوتوميتر، يعني رح يقيس لي أبزوربانس، وهذا الأبزوربانس بيعتمد على شدة اللون اللي موجود في الويلز. طبعاً هو يختلف عن السبكتروفوتوميتر إنه ما بيعطيني وايد رينج أوف ويف لينث، ما بيعطيني مدى واسع من الأطوال الموجية. على السبكتروفوتوميتر أنا ممكن أختار 500.1، 500.2، 500.5، 505.3 عادي، لكن على الإلايزر ريدر صعب هالشي، لأنه الإلايزر ريدر مزود بفلترز أو ديفراكشن جريتينجز، طبعا في فلاتر فيه وكل فلتر بيعطيني طول موجي معين. هلأ على عدد الفلاتر اللي موجودة داخل الإلايزر ريدر بيكون في عندي خيارات من الأطوال الموجية، طبعا ممكن يعطيني خيارات ما بين 400 ل 750، بس كيف مش رينج قيمة، يعني ممكن يعطيني 400، 520، 620، 630، 700، 750، هيك قيمة ثابتة مش رينج. فبالتالي أنا ما بعرف مثلا إذا بدي قيمة ما بين 400 و 520 مثلا، ما بعرف أجيبها، لأنه يا 400 يا 520، ما في حل وسط، لأنه فلتر، يعني يا فلتر الـ400 بيكون شغال on، يا فلتر الـ520، وهكذا. إذن هو نظام فلاتر وبيصير لها switching حسب الفلتر اللي أنا بختاره للقراءة. هلأ في readers بتشتغل على الـ UV light range، وبتعطي يعني بيكون فيها فلاترز بين الأطوال الموجية 340 إلى 700 نانومتر. بالنسبة للأوبتيكال سيستم أو اللايت سورس في المايكروبليت ريدر بيكون عبارة عن أوبتيك فايبرز، أما الديتكتور في المايكروبليت ريدر هو عبارة عن سنسور. هلأ إذا بتتذكروا السبكتروفوتوميتر كان اللايت سورس عبارة عن إما تنجستن لامب أو هيدروجين أو ديتيريوم لامب، حسب إذا كان كالوريمتريك فبيكون تنجستن، وإذا كان يو في لايت بيكون ديتيريوم وهيدروجين أو هيدروجين. فبالتالي هذا اللايت سورس. الديتكتور طبعا بيكون عبارة عن مثلا فوتو سيل أو فوتو مالتي بلاير تيوب، بيكون دارة كهربائية بتحول الضوء إلى تيار كهربائي، والتيار الكهربائي فيه جلفانوميتر بيقيس شدة التيار وبطلعها على الريد أوت. هذا بالنسبة للسبكتروفوتوميتر، تمام.
هنا المبدأ يعني متشابه. اللايت سورس عبارة عن أوبتيك فايبرز بترسل الضوء إلى المايكروبليت، وجزء من هذا الضوء رح يمتص من خلال السائل اللي موجود داخل الويلز، والجزء الآخر رح ينفذ. هذا الترانسميتنس رح يروح على ديتكتور اللي هو عبارة عن سينسورز، وهذا الديتكتورز مثلا بيقيس كمية الضوء اللي نفذ من العينة، فبالتالي بعد هيك بيروح السيجنالز هاي بحولها لأبزوربانس، بعمل لها امبليفيكيشن بطلع لي قيمة الأبزوربانس. هلأ بالنسبة للسبكتروفوتوميتر كانت موضع اللايت سورس والديتكتور على جنب الكيوفيت. هلأ احنا كنا نحط الكيوفيت بحيث انه تكون الجهة الملساء مقابل الضوء مقابل اللايت سورس، والجهة الملساء الثانية مقابل الديتكتور على اساس انه الضوء يمر من خلال الجهة الملساء. في الإلايزا ريدر الأوبتيك فايبرز والسنسورز بتكون طبعا يعني إما تحت البليت أو فوقه، فمثلا الضوء ممكن يتم إرساله من الأوبتيك فايبرز اللي هي فوق الويلز، وبعد هيك الضوء رح يمر من خلال الويلز وينفذ من تحتها إلى السنسورز، فالسنسورز بتكونوا تحت الويلز، أو العكس ممكن يكون يعني اللايت سورس تحت الويل والسنسور فوقها. ولحتى نوضح الفكرة كيف بيتم نفاذ الضوء عبر الويلز، فنفترض انه هي هنا عندي ويل ومحلول اصفر فيها نتيجة تحول مادة التي ام بي من اللون الازرق الى اللون الاصفر بعد اضافة الستوب سوليوشن، الشيء اللي كنا احنا نشوفه اصلا لما كنا نشتغل إلايزا. هلأ نفترض أنه اللايت سورس أو الأوبتيك فايبرز موجودة في الأعلى أعلى الويل والسنسور تحت الويل. هلأ هاي الويل نفترض أنها هي عبارة عن جزء من مايكروبليت اللي مكون من 96 ويل وموجود في داخل الجهاز، واللايت سورس طبعا في عندي عدة لايت سورسز كل واحدة بتكون مثلا مقابل استرب من هالستربات اللي موجودة في البليت، فبالتالي الضوء كيف رح يمشي؟ رح يمشي من اللايت سورس بهذا الشكل وباتجاه مين؟ باتجاه السنسور بهذا الشكل. جزء من هذا الضوء رح يتبدد ويتم امتصاصه داخل المحلول، وما سيصل السنسور هو عبارة عن الترانزميتنس. هلأ الترانزميتنس هاي عبارة عن سيجنال، السنسور بيحولها لأبزوربانس بيعملها امبليفيكيشن وبيسجلها. بنفس الشيء ممكن يكون الأمر معكوس، إنه اللايت سورس موجود تحت الويل اللي هي أصلا عبارة عن جزء من 96 مايكروبليت يعني، فبالتالي اللايت سورس رح يمشي بهذا الاتجاه إلى السنسور، ونفس الشيء جزء من الضوء رح يتبدد داخل المحلول ويصل السنسور ترانزميتنس بيتحول لأبزوربانس وبيتم قراءته. إذن في جهاز السبكتروفوتوميتر كنا بنستخدم كيوفيت، الكيوفيت طبعا جهة ملساء والجهة الثانية كانت محززة بهذا الشكل، فأنا كنت أحط الجهة الملساء هي اللي مقابل الضوء خلينا نحكي، تمام، وكان عندنا جزء من الضوء بيتم امتصاصه داخل المحلول فبنحكي عنه absorbance، وما ينفذ بنحكي عنه الترانزميتنس كان بيروح على الديتكتور اللي هو عبارة عن فوتوسيل أو فوتو ملتبلاير تيوب، وبيتم حساب الأبزوربانس منه وبتظهر القراءة على جهاز السبكتروفوتوميتر. الأمر مختلف في الإلايزا ريدر، القراءة بتكون إما من فوق لتحت أو من تحت لفوق حسب وضع الويلز وحسب وين مكان اللايت سورس والسنسورز. إذن the location of the optical sensor of the microblade
varies depending on the manufacturer. طبعا وين اللايت سنسور بيكون موجود تحت البليت او في اعلى، هالشي بيعتمد على المانوفاكتشرر اللي هي الشركات اللي بتصنع الاجهزة. طبعا this can be located above the sample plate or directly underneath the plate wells، يعني إما بتكون موجودة إما مباشرة تحت البليت أو في أعلى. بالنسبة للstructure of antibody coated microplate and treatment، تركيب الانتيبادي كوتيد مايكروبليت هلا مكون من 12 استريب، الاستريب اللي هو السطر اللي مكون من 8 ويلات، فال12 في 8 في عندي 96 ويل في المايكروبليت. السيرفيس لإلهم بيكون مغطى بسيلينج ماتيريال، ممكن تكون مادة لاصقة زي هيك، أو أحيانا الكتات بتعطيني المادة اللاصقة وبتحكي لي استخدميها بعد ما يعني تعملي لودينج للبليت، تحطي العينات وتحطي الكونجوجيت وكل شيء لحتى نمنع تبخر المحاليل أو جفاف الويل. وأيضا ممكن تستخدم كحافظة يعني للويل تمنع الدراينج لإلها. أيضا بيكون هذا البليت موجود في ألمنيوم لايك باج اللي هي الباكيت أو الباج اللي لونه سيلفر كان. فطبعا إذا كنت أنا بصدد إن أنا أشتغل على 96 ويل مرة واحدة، فبدي أرفع السيلينج وأبلش أشتغل فيهم. إذا كنت بدي أشتغل على عدد محدود من الويلز، فأنا بستقطعهم وبحافظ على البليت يضل مغطى مرة تانية، فبالتالي بخزن أيضا البليت على درجة حرارة ما بين 2 ل 8 اللي هي درجة حرارة الثلاجة العادية. في هذه السلايد بيشرح عملية الواشنج، كيف أنا بعمل واشنج للويلز بعد انتهاء فترة الانكوبيشن. بعد الفيرست انكوبيشن ما بين الستاندردز والسامبلز وحتى مع الكونجوجيت، لو أنا دمجت خطوة إضافة الأنتيجين مع الكونجوجيت في نفس الخطوة، فبالتالي أنا بدي أعمل واش. الواش بيتطلب إن أنا أعمل إزالة للستاندردز والسامبلز اللي أنا ضفتهم على الويلز عشان أتخلص من الإكسس، الأشياء اللي ما ارتبطت. فبالتالي بنحرك إيدينا بحركة عمودية وبنلقي بكل محتويات الويلز في داخل الحوض، وبعد هيك ممكن أستخدم المالتي شانل بايبت لحتى أعمل عملية واشنج، إن أنا باخد مثلاً 250 أو حتى 300 أو 350 حسب طبعاً المانيفاكتشر ريكومنديشن أو حسب الشركة المصنعة على الكيت وتوصياتها. باخد الفوليوم المناسب من الواشنج بفر وبحط في الويلات، طبعا بعمل شيكينج وبتخلص ايضا مرة تانية من الواشنج بفر، وممكن اعمل رابط الويلات على تيشو بيبر لحتى اتخلص من اي بقايا عالقة من البفر او حتى الاير بابلز. بعدين بكرر هاي الخطوة المرة الثانية والمرة الثالثة، يفضل ان انا اعمل واشنج 3 مرات او حتى بنفس عدد المرات اللي الكت طلباهم. هذه صورة للمالتي تشانل بايبت، عبارة عن بايبت مكونة من يعني بايبت عادية، ولكن منطقة التب فيها بروز لأكثر من تب، ممكن يكونوا 8 أو ممكن يكونوا 12، على أساس إن أنا إذا بدي أشتغل بنظام الـ 12 سطر أو حتى بنظام الـ 8 أسطر، يعني إما بمشي أفقي أو بمشي عمودي، في إضافة المحاليل على الإلايزا بليت. طبعا فكرة استخدام هذه المالتي تشانل بايبت انه انا بكون بعمل سيفينج للتايم، يعني بحاول ان انا اضيف الستاندردز والسامبلز، اذا طبعا خصوصا اذا بدي اشتغل بليت كامل بضيف الستاندردز ومن ثم السامبلز يعني بشكل اسرع، ومن ثم المحاليل الكونجوجيت بشكل اسرع، الواشنج بيكون اسرع، فبالتالي هيك انا بعمل سيف للتايم وما بيكون في عندي فاريشن في التايم من إضافة المحاليل على ويل والويل الثانية. يعني أنا لو بدي أبلش بأول ويل مثلا بدي أحط عليها كونجوجيت سوليوشن، من هلا بين ما أصل الويل الأخيرة رقم 96 رح يكون في عندي وقت، هذا التايم لابس ممكن يأثر على النتائج.
وهنا موضح بالصورة طريقة استخدام المالتي تشانل بايبت في عملية اللودينج للبلاد. مثلا هنا أنا بعبي 8 8 ويلز، ممكن تكون المالتي تشانل عبارة عن 12 تيب، فممكن أستخدم هيك أبلش أعبي 12 12 مرة واحدة، فبالتالي سيف تايمز وبتقلل الفاريابيليتي ما بين النتائج ما بين الويلات، يعني ديكريز ويل تو ويل فاريابيليتي. طبعا كيف بيتم تعبئة هذه التيبس بالمحلول؟ بيكون مع الكتات جاي زي بليت، بلاستيك بليت، طبق بلاستيكي احنا بنفضي فيه المحلول، فبيعطيني مساحة أوسع ان انا اخذ سليوشن وافضي سليوشن، فبالتالي هيك بيكون افضل. بنرجع بنذكر انه عملية الواشنج بتكون من خلال اضافة الواش بافر في الولات، وبالتالي بعد ذلك الديسكارد لإلها بشكل عمودي طبعا ومفاجئ هيك في الحوض، وبالتالي بعد هيك انا بعمل لها ربط خفيف على التيشو بيبر وبكرر الخطوة عدة مرات. عادة الواشنج سوليوشن أو الواشنج بافر بيكون كونسنتريتد 20x 40x 50x حسب، فأنا لازم أحوله ل1x. فمثلا إذا كان عندي 20x بدي أعمل له ديليوشن 20 مرة لبين ما أحصل على 1x. طيب كيف بيتم عملية الديليوشن؟ خلونا نشوف الحسابات بالشكل التالي. طيب نفترض انه الوش بفر عبارة عن concentrated 20x وانا بدي احاوله ل 1x، كيف؟ هلا في طريقتين، اما ان انا احضر فوليوم رفلي، مثلا بدي احضر 100 ml من الوش بفر واحتفظ فيه، فبعمل هاي الطريقة m في v يساوي ام في في. هلا انا بدي بالنهايه الفاينل فوليوم يكون 100 ml ذكرنا، والكونسنتريشن النهائي بدي اياه يكون 1 1x. الكونسنتريشن الابتدائي 20x ضرب الفوليوم اللي احنا مش عارفين كم انا بدي اخذ من الكونسنتريتد وكم للمية على العشرين عشان اتخلص من هاي، وهنا على العشرين، تمام؟ فبالتالي رح يكون في عندي 5 ml هو عبارة عن الانيشيال فوليوم اللي انا بدي اخده، الانيشيال فوليوم اللي هنا اللي انا بدي اخده من العشرين اكس بوتل. طيب كم بدي أكمل distilled water؟ بدي أكمل distilled water لحد ما أصل لفاينل فوليوم 100، يعني بكون حطيت 100 ناقص 5 اللي جاية من الconcentrated، يعني أنا حطيت 95 ml من distilled water. هذه هي طريقة. الطريقة الأخرى كالتالي، من wash buffer 20x بدي حوله ل1x. طبعا مثلا نفترض أنه أنا بشتغل على 8 wells، نفترض مثلا 6 ستاندردز وعينتين، هدول بدي أعمل لهم واشنج ب 350 مايكروليتر 3 مرات، يعني في النهاية أنا بدي أحصل على فوليوم 8 في 350 في 3. طبعا هذا الفوليوم اللي أنا بيلزمني للواشنج للثمانية ويلز، 8 ويلز كل ويل بدي أغسلها ب 350 مايكروليتر من الواش بافر 3 مرات، يعني في النهاية بدي يكون عندي تقريبا 8 فاصلة يعني معلش الفاصلة طلعت طويلة شوي، فاصلة 4 ml من الواش بافر المحضر وجاهز. هذا التوتال اللي بيلزمني في عملية الواشنج، يعني بدي أجي أطبق أم في يساوي ام في في، والفاينل فوليوم هو 8.4 ام ال.
طبعا الـ final concentration 1x والـ initial concentration 20x، بطلع كم بلزمني من الـ concentrated وبطرحه من الـ 8.4، فبضل عندي الـ volume of distilled water بنفس الطريقة. يعني في عندي طريقتين، إما إن أنا أحدد فوليوم رفلي، مثلا أنا بدي أحضر 100 ml، بدي أحضر 10 ml هيك من راسي، أو ممكن أحسبها بالورقة والقلم. يعني أنا بدي أشتغل 8 ولات، كل ويل بدي أغسلها ب350 مايكروليتر من الواش بافر 3 مرات، فكم بدي بالضبط بلزمني واش بافر 8.4 ml، وبروح بعوض، بدل ما عوض بمية اللي هو كان الفوليوم الرفلي، بعوض ب8.4، وبطلع الانيشال فوليوم بطرحه من الفاينل، بطلع عندي حجم الديليوانت أو حجم الديستلد ووتر اللي بدي أضيفه. هذه هي. هلا طبعا هاي موضع سؤال في الامتحانات، بتيجي مثلا انه سؤال عندك 12 ويل بدك تعملي لها واشنج ب 400 مايكروليتر من الواش بافر 3 مرات، وخطوه الواش تكررت خلال الفحص مرتين، يعني برضو بده يصير عندي ال 12 ضرب مثلا 400 الفوليوم اللي غسلت فيه ضرب 3 مرات ضرب مرتين، لأنه أنا كررت هاي العملية مرتين، وهيك بطلع التوتال فوليوم وبعوض في القانون مرة تانية. After final shaking of the buffer from the blade, strike the blade onto some sheet or paper towel or tissue paper. فبعد ما نتخلص من بقايا البفر اللي موجود في البلاد، لازم ذكرنا انه اربط بالصحن على تيشو بيبر، يعني اضربه هيك على تيشو بيبر لحتى اتخلص من الريزيديوال بفر والاير بابل اللي ممكن تكون ضايلة عالقة في الولات. طبعا في عنا اوتوماتيك بليت واشر جاهز لل عملية الواشنج، بيوفر وقت أيضا وجهد، وموجود عندنا في القسم، رح نشرح مرة من المرات كيف ممكن نستخدمه، نورجيكم إياه وخليكم تطبقوه. Shaking of the willy blade for mixing. يفضل إنه نعمل shaking للبليت لحتى يصير في ميكسينج للسوليوشن اللي موجودة داخل الولات. متوفر أيضا مايكرو بليت ميكسر، وحتى الإلايزا ريدر ممكن يكون موجود في شيكر، فبالتالي يعني الشيكينج مهم جدا لعملية الميكسينج. Careful addition of reaction stopping solution. لابد إنه نتعامل مع stopping solution بحذر، لأنه بيكون إما strong acid or strong base، فبالتالي بنضيفه بحذر وبنتعامل معه بحذر. وبعد إضافة هذا stopping solution رح نلاحظ إنه يتغير اللون، إذا كنا بنستخدم TMB كsubstrate فيتغير من اللون البلو للأورانج to yellow color. بعد عملية الستوبينج للإنزيم أكشن باستخدام الستوب سوليوشن، بيتم قراءة المايكروبليت على المايكروبليت ريدر أو الإلايزا ريدر. طبعا غالبا بنقرأ على 450 نانومتر كفلتر أول أو ويفلينث أولي، أما السكندري ويفلينث أو الفلتر الثاني بيكون إما 620 أو 630. هلأ الجهاز لما أنا أختار طول موجي واحد بقرأ لي قراءة على طول موجي واحد، أما إذا قرأت نفس البليت على طول موجي برايمري فلتر وسكندري فلتر فالقراءة بتقل. ليش؟ لأنه بيطرح الطول الموجي قراءات الطول الموجي 450 من قراءات الطول الموجي 620، ففي النهاية بيتم إعطائنا الديفرنس بتوين الأبزوربانس على 450 و620. طيب ليش هو عمل هيك؟ لأنه بقرأ القراءات على 620 وبطرحها لحتى
يتخلص من أي نويز ممكن تأثر على النتائج، أي سكتر لللايت، أي باك جراوند ممكن يكون بيعطيني تأثير على القراءات. حتى كمان إنه في هاي العملية بتقل الويل تو ويل فاريابيليتي من خلال إنه بيلغي الفروق ما بين الويلات. إذا كان في ويل فيها سمول سكار، خدوش أو كسور أو شطوب بسيطة، بيلغي تأثير هذه السكارز على القراءة. إذا كان في عندي اختلاف في سمك الولات، thickness of the bottom of wells، برضو كمان ممكن تأثر على القراءة، فبالتالي بيلغيها، فبالتالي النتيجة بتظهر as a difference، وبنحكي عنها absorbance 450 مطروح منه 620 نانومتر. بعد قراءة النتائج بحضر الستاندرد كيرف وببلش أعمل كالكوليشن للأسايد فاليوز أو التست فاليوز، من خلال إن أنا أعمل بلوتينج للأبزوربانس، سواء كان يعني قرأت absorbance or difference of absorbance. بعمل له بلوتينج على ال y axis والconcentration على ال x axis، وفي النهاية بعمل بلوتينج فبتطلع معايا line، برسم أفضل line، وبعد هيك من خلال الإسقاط بجيب الconcentration لل unknown samples، أو ممكن أستخدم إكسل لرسم الخط، وبالتالي أحصل على معادلة هذا الخط وأطبق فيها. ذكرنا سابقاً إنه لما أعمل بلوتينج للأبزوربانس والكونسنتريشن ممكن العلاقة ما تطلع معايا لينير 100%، ممكن يطلع فيها هيك شوية كيرفي وبلاتو ريجون. فإذا أنا استخدمت لوغاريثميك الإكسبريشن، يعني طبقت بلوغاريثم القراءات، ممكن إنه تطلع معايا العلاقة لينير أكتر. بالطبع بعد ما أحصل على الكونسنتريشن للعينة من خلال تطبيقها على الستاندرد كيرف اللي أنا حصلت عليه، إذا كنت أنا عاملة ديليوشن للعينة بدي يعني أضرب بالديليوشن فاكتور لحتى أحصل على الإكزات كونسنتريشن. إلى هنا بنكون أنهينا الجزء المتعلق بالإلايزا ديتكشن سيستم والوركينج فورمات. رح نتحدث بفيديو آخر عن الأمور الواجب اتباعها أثناء عمل الإلايزا ومصادر الخطأ، ومن ثم أيضا فيديو ثالث رح يحكي عن الإنسولين لايك جروث فاكتور 1. فالمحاضرة رح تكون مجزأة إلى ثلاثة أجزاء. يعطيكم العافية.